احنا اتفقنا على اربع ميكانيزمات رئيسيه لتحقيق العداله في دارفور. واحد، اتفقنا على مسؤول الذين صدرت بحقهم اوامر قبض لدى المحكمه الجنائيه الدوليه. انا اقول الكلام ده بكل وضوح، لا نستطيع ان نحقق العداله الا اذا شافين الجراح بالعداله نفسها. لا نستطيع ان نهرب مطلقا من مواجهه ان هنالك جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب ارتكبت بحق ابرياء في دارفور وفي مناطق اخرى.